تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من راست خبري. حلقتنا اليوم عن خبر صادم رغم أنه مش أول مرة بنسمعه، مشكلة في تجديد عقد سيرجيو راموس. الخبر اللي سمعناه في الماضي مرتين واعتقدنا في إحداهم أنه حيرحل، لكن في المرتين استمر. بس هالمرة في قلق أكبر لأنه ريال مدريد لا يملك السيولة النقدية ولا المرونة المالية للدفع من أجل سيرجيو راموس حتى يضل. ووكيل أعماله شقيقه أعلن لأول مرة حالة استياء من معاملة ريال مدريد لقلب دفاعه، وذلك عبر إعادة تغريدة كانت تتهم إدارة ريال مدريد بقلة الاحترام لراموس. فشو المشكلة وشو أهم التسريبات اللي وصلتنا حتى الآن عن وضع اللاعب؟ المشكلة أساسها أنه سيرجيو راموس وصل شهر يناير دون ما يجدد، وهذه الفترة يصبح فيها اللاعب أقوى من النادي لأنه يستطيع الرحيل مجانا بعد 6 شهور، ويصبح حق الأندية الأخرى تقديم عقود رسمية قابلة للتوقيع للاعب. بالتالي اللاعب بيعرف سعره في السوق وبيعرف العروض اللي ممكن توصله، والأندية الثانية دائما بتدفع رواتب عالية للاعب المجاني لأنها ما بتدفع مقابله ماليا. ورغم أنه في تصريحات بتقول سيرجيو راموس أخبر الإدارة أنه لا يملك عروض، لكن هناك شبه تأكيدات أنه وصلته عروض شفوية على الأقل من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، وهون تبدأ المشكلة. فريال مدريد بعد ما أجرى حساباته المالية نتيجة تأثره بجائحة كورونا وجد نفسه قادر على تقديم عقد مدته سنة واحدة مقابل 12 مليون يورو، ولو أنه راموس وافق على عقد مدته سنتين بصير راتبه تقريبا 11 مليون يورو. هذه الأرقام تقديرية ممكن تفرق مليون نص مليون حسب المصدر. لكن رينيه راموس وهو وكيل أعمال سيرجيو راموس بيقدر يحصل على الأقل 16 مليون يورو سنويا من أندية أخرى، وفي بعض التقارير بتقول أنه لو شد شوي بالتفاوض مع سان جيرمان على سبيل المثال حيوصل 20 مليون يورو. يعني الفرق من 12 ل 20 في السنة، الفرق كبير بين المعروض من ريال مدريد والممكن لراموس. بس راموس ما بده ياخذ الأمور فقط بطريقة مادية، هو تحدث حسب التسريبات بأنه الراتب بيعكس قيمته، مش المسألة كم حياخد، المسألة شو ترتيبه بين اللاعبين الأعلى أجرا في ريال مدريد. فهو بشوف أنه لازم يكون الأعلى أجرا في ريال مدريد. إدارة ريال مدريد ردت عليه وقالت له إحنا عارفين أنه لازم تكون الأعلى أجرا، بس ما بنقدر، ما معنا فلوس. طيب شو التفاؤل التشاؤم شو يعمل الجمهور المدريدي؟ التسريبات جيدة حتى الآن، في كلام بأنه راموس أبلغ بيريز بأنه مش هيقبل عروض في هاي الفترة حتى تنتهي المفاوضات، احتراما للكيان المدريدي واحتراما لعلاقته مع فلورنتينو بيريز. سيبايوس أيضا خرج في تصريحات وتكلم وقال أنا تحدثت مع راموس لوقت طويل، شعرت أنه حب يضل وبقدر أراهن أنه حيجدد. ولاعب الوسط المعار للأرسنال أكد أنه ما شاف من راموس أي سلوك أو رغبة بالرحيل. بس لازم ننتبه لصفقة مدافع آخر خبير يتم تحضيرها في الهامش، ديفيد ألابا. الأمر اللي بيخليني أشوف الموضوع كأنه تفاوض في ظل سيرجيو راموس، يعني ناتشو حيستمر وعلى الأغلب ميليتاو مش حيبيعه ريال مدريد نتيجة أنه ما في فلوس وعروض جيدة حتكون موجودة بالصيف. فأنا بشعر أنه ريال مدريد بيضغط بالتفاوض بطريقتين، طريقة راموس والكلام معه وطريقة ألابا إذا ما تغيرت طلبات راموس. بالنسبة لي شخصيا ما بستطيع أتخيل ريال مدريد من دون قلب النابض، من دون صاحب هدف العاشرة القاتل. بعض القضايا ما بتتعلق بكرة القدم والميزانيات، لأنه فعليا ريال مدريد بدون راموس هنحتاج وقت كثير تنتعود على هذا الفريق من دون أشجع لاعب عرفناه في آخر 20 سنة. بالنسبة لي دائما حتوقع بقاء راموس رغم التعقيدات المالية الحالية، وحظني أقول حيضل لعند ما أشوفه لابس قميص فريق تاني. بالنسبة لكم شو بتتوقعوا مستقبل سيرجيو راموس في الفترة الحالية؟